كما فرحوا المسلمين من حروا مكه وجاو داخلين طالع على البدر وعلينا وجب الشكر علينا. اليوم فرحه كبيره هنا. هذه هي الفرحه، هذه تاع المسلمين كي جاو داخلين المكه، هذيك فرحه. هذه احنا انا راني نمثل فيها خوت هذه، وانا كنت عارف، انا كنت عارف لخاطر انا من ما نعقلوش كاع، وفي ايمان، في ايمان سمعت منها ما عقلته. عمي رفد لي يدي عرفتها تربح. اي الحمد لله يا ربي. اذا الكل يحاول ان يدلي بدلوه وان يصرح وان يعبر عن فرحته. كما فرحوا المسلمين من حروا مكه وجاو داخلين طالع على البدر وعلينا وجب الشكر علينا. اليوم فرحه كبيره هنا. هذه هي الفرحه، هذه تاع المسلمين كي جاو داخلين المكه، هذيك فرحه. هذه احنا انا راني نمثل فيها خوت هذه، وانا كنت عارف، انا كنت عارف لخاطر انا من ما نعقلوش كاع، وفي ايمان، في ايمان سمعت منها ما عقلته. عمي رفد لي يدي عرفتها تربح. اي الحمد لله يا ربي. اذا الكل يحاول ان يدلي بدلوه وان يصرح وان يعبر عن فرحته. قول ايمان يتصلح يعني من هالخبر اللحظات الاولى يعني من يعني الفوز يعني كيفاش كنت تعيش المباراه يعني من اول لحظه وحنا نتفرجوا من اول لحظه نتفرجوا مسكينه ايمان كانت تعاني بالحق راه. إذا متابعينا الكرام كما استمعتم وكما شاهدتم مجددا فضائح بالجملة من حاضرات الجزائر، بداية مع هذا التصريح الأول ولذلك الكلام اللي شفته في بداية المقطع والذي كان على مستوى الإذاعة الرسمية أو التلفزيون الرسمي لنظام حضارات الجزائر، قال لهم بأن الفوز ديال المتحول أيمن خليف هو بمثابة فتح المسلمين لمكة، لمكة المكرمة. شوفوا استغفر الله العظيم كيفاش هاد مساخة الوالدين دائما دائما يتطاولون على الإسلام بطريقة غبية وحقيرة في نفس الوقت، ولكن لا نستغرب لأن هذا التطاول راه كيجي من أعلى المستوى، من أعلى الهرم ديال السلطة في حضيرة الجزائر، فما بالكم بالشعب، فما بالكم بالبصبعيين. فإذا كان الرئيس يتطاول على الإسلام في وضح النهار وأمام الصحفيين وأمام الكاميرات، فماذا سوف نقول على هذا مساخة الوالدين؟ الرئيس اللي غادي يقول لك الجبابرة ساجدين ركعا والشعب نعرى حررها وربك وقعها ويا محمد مبروك عليك الجزائر رجعت لك، هادو شنو غادي تستنى منهم؟ شنو غادي تستنى منهم؟ واش هادو غادي يحترموا شي دين؟ واش هادو غادي يحترموا الإسلام؟ متحول عباد الله، متحول شاذ، دخلوه ينافس بطريقة غير شرعية مع النساء مع الإناث، فاز بالميدالية الذهبية، خرجوا قالوا لك بأن هذا بمثابة فتح مكة. استغفر الله علي العظيم، استغفر الله علي العظيم. شتو يا مساخة الوالدين غير هاد التطاول ديالكم على الإسلام؟ ربي سبحانه وتعالى غادي يسلط عليكم شي مصيبة كحلة راهي جايكم في الطريق، قسما بالله غادي تشوفوا العذاب الأليم. هذا من جهة. من جهة أخرى شفتوا ديك الفيديو الثاني، الفيديو الثاني جابوا واحد البنت معاقة ذهنيا، معاقة ذهنية بشكل فعلي يعني مريضة، حفظوها أنها تقول زكارة في المروك وجابوها أمام الكاميرات وصوروها باش تقول زكارة في المروك. دابا راه المتحول خدا ميدالية ذهبية زكارة في المروك. وكأننا حنا هما الاتحاد الدولي للملاكمة، حنا هما اللي حرضنا روسيا باش أنهم يديروا تلك التصريحات في مجلس الأمن، حنا اللي حرضنا رئيسة الوزراء ديال إيطاليا باش دير تلك التصريحات، حنا اللي حرضنا دونالد ترامب، حنا اللي حرضنا ايلون ماسك، حنا اللي حرضنا العالم كامل باش يتحدث على هذه الفضيحه العالميه ديال المتحول الجزائري ايمن خليف. راه قلت لكم في الفيديو السابق راه ما قادروش يواجهوا هادو كاملين الاسطوانه اللي غادي يستعملوها واللي كيستعملوها دائما. شنو هي؟ المروك، الايادي الخارجيه، المخزن. هذه العقليه التافهه اللي عندهم. راه هاد جوج فيديوهات متابعينا الكرام كيوضحوا لكم العقلية ديال الجزائري، العقلية ديال سكان حضيرة الجزائر، هادي العقلية ديالهم، هكا كيفكروا.
وطبيعة الحال شكون اللي خلاهم يفكروا هكا؟ نظام حضارات الجزائر اللي جلس كيغسل لهم في الادمغه ديالهم منذ الابتدائي. وهادشي اللي كيقراو هما قوه ضاربه المروك تامر عليهم، هادشي اللي كيقراو. ففضيحه عباد الله، واحد كيتطاول على مكه المكرمه وحده جايبينها معاقه باش تقول زكاره في المروك. واش نتوما لاباس؟ واش بغيتوا نشوفوا شي طريقه باش نتفاوضوا مع دول العالم باش يردوكم مستشفى للمجانين، اكبر مستشفى مجانين مفتوح في الهواء الطلق؟ هادشي اللي بالي خصنا نديرو، سنتفاوضوا مع دول العالم طالما على ان هذه الفضيحه اصبحت عالميه، باش نشوفوا كيفاش نردوا حضاره الجزائر مستشفى للمجانين فعليا. تقاو نصيفطوا الحماق يتعالجوا تماك. راه كارثه يا عباد الله، كارثه هادشي اللي كيتقال. والمشكل في الاعلام الرسمي، مازال لو كان مثلا في صفحات ولا في قنوات في اليوتيوب ولا هادي، ندوزوا في الاعلام الرسمي، الاعلام ديال الدوله، القناه الرسميه، كيخرج منها مثل هذا الكلام. فوز متحول جنسي مثل فتح مكه، استغفر الله علي العظيم. متابعينا الكرام، خلوا لي الاراء ديالكم والتعليقات ديالكم حول هذه الكارثه وهذه المهزله. اراكم في فيديو قادم، وغادي نعاود نخليكم تستمعوا لهذه الكارثه، ولا غالب الا الله. كما فرحوا المسلمين منين حروا مكه وجاو داخلين، طالع على البدر وعلينا وجب الشكر علينا. اليوم فرحه كبيره هنا. هذه هي الفرحه، هذه تاع المسلمين كي جاو داخلين المكه، هذيك فرحه. هذه احنا انا راني نمثل فيها خوت هذه، وانا كنت عارف، انا كنت عارف لخاطر انا المنا ما نعقلوش كاع، وفي ايمان، في ايمان سمعت منا ما عقلته. عمير فدلي يدي عرفتها تربح. اي الحمد لله يا ربي. اذا الكل يحاول ان يدلي بدلوه وان يصرح وان يعبر عن فرحته. كما فرحوا المسلمين منين حروا مكه وجاو داخلين، طالع على البدر وعلينا وجب الشكر علينا. اليوم فرحه كبيره هنا. هذه هي الفرحه، هذه تاع المسلمين كي جاو داخلين المكه، هذيك فرحه. هذه احنا انا راني نمثل فيها خوت هذه، وانا كنت عارف، انا كنت عارف لخاطر انا المنا ما نعقلوش كاع، وفي ايمان، في ايمان سمعت منا ما عقلته. عمير فدلي يدي عرفتها تربح. اي الحمد لله يا ربي. اذا الكل يحاول ان يدلي بدلوه وان يصرح وان يعبر عن فرحته. كل ايمان يعطيك الصحة. من هالخبر اللحظات الاولى يعني من يعني الفوز، يعني كيفاش كنتوا تعيشوا المباراة يعني؟ من اول لحظة وحنا نتفرجوا، مسكينة ايمان كانت تعاني حقروها من حقرة.